اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بضيوف اللي منورين في الاستوديو، الكابتن ايمن جميل مدير اكاديميه السباحه بفرع النادي الاهلي الشيخ زايد. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. منورنا في قناه الاهلي المره الاولى. اهلا بيك. اهلا شكرا شكرا لاستضافتك. منورنا طبعا في الاستوديو، برحب بيه كابتن كريم منير نائب مدير قطاع الناشئين لكره الماء في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن عايز. منورنا ومنور قناه الاهلي كلها المره الاولى برضه. لا مش المره الاولى، معايا مثلا مع حضرتك المره الاولى بس قبل كده ظهرت، ربنا يبارك فيك. منور قناتك وبيتك كابتن ايمن. لكن حضرتك طبعا كنا في بدايه الحلقه بنتكلم على البطوله التنشيطيه ودوره التنشيطيه اللي اتعملت من يومين، وتم اطلاق اسم الراحل الكبير العظيم كابتن طارق الصغير على هذه البطوله. كلمنا عن فكره البطوله ويعني اتولدت امتى الفكره وازاي استعدتوا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر سيادتك وبشكر استضافه البرنامج لينا، ودي مش غريبه على قناه النادي الاهلي اللي دايما داعمه لكل الرياضات في النادي الاهلي وبخاصه العاب الماء. طبعا انا بمثل السباحه منها جزء منها. اهلا بيك يا كابتن، ده بكانك. الله يخليك. دي مش اول بطوله تنشيطيه احنا بنقوم بيها كنادي اهلي، دي رقم 6، والبطوله السنه دي كانت وفاء لذكرى الكابتن طارق الصغير الله يرحمه رحمه الله عليه. ويعني بس يعني لازم نعرف الاجيال مين هو كابتن طارق الصغير، عشان دي لمسه وفاء من النادي لكل الاجيال الجديده والاجيال السابقه. نعم. يعرفوا اسم الكابتن طارق الصغير. هقول في عجاله كده نبذه عن الكابتن طارق الصغير رحمه الله عليه. كابتن طارق بدا مشواره في النادي الاهلي سنه 74 كلاعب، ثم بعد ذلك لعب ناشئين 76، وبعد كده سنه 82 التحق بمنتخب كره الماء. نعم. لعيب كره ماء. تدرج بعد ذلك بين إداري فمدرب فرئيس مدير جهاز قطاع الناشئين في كرة الماء، ثم بعد ذلك مسك مدرب العمومي، وبعد الفترة دي هو يعني سافر شوية ورجع تاني لناديه وبيته النادي الأهلي، ومسك مدير نائب مدير جهاز ألعاب الماء لقطاع كرة الماء، ثم بعد ذلك مسك جهاز باليه المائي مدير قطاع الباليه المائي، وبعد كده في الفترات الأخيرة كان مدير حمام السباحة في نادي أهلي مدينة نصر بجانب عمله مدير لقطاع الباليه المائي لحد يعني آخر أيام ربنا يرحمه ويحسن إليه. يعني كان بيشتغل ويشتغل بتفاني، وهو رمز من رموز العطاء والتفاني في العمل، وانا صديقته، ويعني بطلب من الجميع دلوقتي قراءه الفاتحه على روحه والدعاء ليه، لان هو من الشخصيات اللي انا عصرتها، وهو صديق وشخص يعني صديق شخصي ليا، فانا يعني بترحم عليه. كل صديق الكل وحبيب الكل كابتن. ومعلش انا اسف ان انا بس يعني تطرقت ليه هو، لان هو عايز اكتر من كده وقت تفرده. هو شخصيه يعني كل اللي عرفوه عن قرب وعصروه وزملوه، يعني انا واحد من الناس دي، شهادتي مجروحه يعني. لا لا لا، وانا من الناس اللي عشرته وعارف قد ايه يتمتع قبل كل الناحيه الفنيه الخلقيه العاليه جدا. تمام. حبيب الكل الله يرحمه. الله يرحمه. حسين الله يرحمه.